السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الرت. كالعادة شرح جديد، اردروبات جديدة، يلا بينا على الشرح. معانا هذه العملة مسوية ماينين. طيب العملة اسمها دودو، اوكي دورو عفوا نتورك، هذه هي. اذا رحنا على بانكيك سواب بنشوف كم سعرها. انا اشتريت منها 10,000 قطعة. اذا اخترنا اليو اس دي تي، يو اس دي تي مقابل واحد كم تساوي، هذا هو سعرها. سعرها رخيص جدا، اوكي 3.61. في هنا خاصية الماينين، اول شي بتروح تسوي الناس اللي عندهم مبلغ يشتروها، هي اصلا 10,000 اشتريتها تقريبا ب5 دولار. الحين سعرها زاد، كانت بس 4 دولار. اذا جينا هنا بنسوي كونكت، اوكي اول شي نروح على ميتا ماسك كونكت، ضروري تحول على بينا سمارت تشين. هنا الكونتراكت حقها، اذا ضغطنا عليها اوبن يبين الكونتراكت حقها. هذه هي، بنضغط على الاسم العملة دورو، تحولنا على كم هولدر ادرس 183. العملة هو جديدة، توتال سبلاي 1 مليار عفوا. هنا مسوية على بانكيك، دخلت كم عملة، شوف كم الكواليتي دخلت على بانكيك سواب، 62 مليار يمكن، ما ادري كم هذا الرقم. المهم ما يهمنا هذا الشيء، يهمنا الموقع مثل ما خبرتكم كيف نسوي طريقة الماينين، او فيكم تشتروها عادي سعرها رخيص. فبتختار انت، اذا عندك رصيد ممكن تسوي الخيار 10 وركرز 0.01 راح تدفع. اذا ما عندك رصيد تختار اول واحد 0 بي ان بي. اذا رحنا سوينا اد وركر بنشوف 0 بندفع 0، بنشوف كم راح ندفع عمولة. اوكي بس ننتظر ميتا ماسك، راح تدفع بس هذه. اوكي اما اذا تبغى العشرة بتدفع 0.01. اذا سوينا اد وركر طبعا الغاز فيه 0.3.911 وتدفع هذه. اذا شفنا كم بي ان بي بالدولار، بانكيك سواب بي ان بي فا 2.5 دولار. فبتسويها، انا بسوي هذا 10 وركر، وانا اشتريتها مش مشكلة، يعني يكون دافعة تقريبا 4-7 دولارات عشان نسوي هذا. بسوي ريجكت، نعيدها من الاول اد وركر، وبتخليها تعدن هنا. كل ما ارتفع السعر كل ما حلو المشروع، حلو والسعر راح ترتفع. بسوي كونفيرم، ولو اني انا مثل ما خبرتكم اشتريت منها 10,000 قطعة، بس ننتظر كونفيرميشن. هذه هي دورو عفوا، 10,000 قطعة اشتريتها، خلاص كونفيرميشن تمت. هاي صار يعدل معاي بس شوية، هاي صار خلاص. هذا في شرح هذا الموقع، استغلوا توا بعد اليوم وبنشوف راح السعر راح لين يوصل. بنروح على الموقع الثاني، هذا هو اللي مش معاه رصيد يريد يجمع عملة البي ام بي او البيتكوين. فالموقع هذا مثل صابور، يعني يجمع لك كل 20 دقيقة. تجي هنا تسوي ويدرو، مثلا تسجيل سهل، ايميل وباسورد، عايز كتابة الباسورد يوزر نيم، وخلاص تدخل على الواجهة هذه. تجي من فوق هنا بي ان بي، تختار تعدن البيتكوين ولا البي ان بي. فاحنا على البي ان بي احسن، لانه راح نستعملها كتير في دفع الفيزات للاردروبات، او نجمع رصيد نشتري عملة وهكذا. كده يكون من استثمارات، كده يجمعون الناس. فاستغلوا هذا الموقع، راح اخليكم الروابط طبعا في كريبتو اليرت حقنا عفوا. فضروري تسجلوا معي في التليجرام كريبتو اليرت وخلاص. اوكي فبتيجي اخر شي كل 20 دقيقة، تيجي هنا تسوي ويدرو، تحل الكاباتشا. بس نفتح الكاباتشا هذي نسويها ونرد لكم.
راح علينا كاباتشو بنسوي ويدرو خلاص، كل 20 دقيقة إن شاء الله تشتغل عليه 24 ساعة، بيجمع لك كل يوم ديلي بروفيت يعني 24 ساعة 0.00079، بس ضروري كل 20 دقيقة تيجي تسوي ويدرو. الحين قاعد يعدل لي 531 وهكذا. هنا إذا عندك رصيد تبغى تزيد مكسبك فتختار 30 تشتري بوكس، هذا بيعدل لك أكثر وهكذا. أنا جمعت 3600 BNB من عملة BNB وخلاص. طيب معانا إيردروب تاني بنشرحها بسرعة وخلاص. هذا المشروع هولوغرامز بيعطي حوالي 25 قطعة و0.5 لكل إحالة، موجودة على ال بانكيك سواب. إذا رحنا نشوف السعر حقها كم، 0.46 1H7D. أوكي هنا التوتال سبلاي حقها 100,000، وهنا ال بيس سكان حقها، هذا البينا سمارت تشين. هنا تعطي ستار للبوت كالعادة، هنا ستار، هنا ستاتيستيك كم عندك رصيد، هنا التاسك تليجرام ضروري وتسوي لهم وساند يوزر نيم تليجرام ساند، بعدين تاسك يوتيوب، تاسك تويتر، واليت، وانفايت فريند تاخذ رابط الإحالة حقتك. هنا الانفو حق الهولوغرامز، إذا ضغطنا عليه نشوف الموقع الرسمي. هنا يبين لك هنا وين باي اتش 7 دي. طبعا نشوف عن المشروع، هنا الكونتراكت، هنا باي، هنا جوان ايردروب، انفو هكذا. إذا رحنا على الانفو اتش 7 دي بنضغط عليها توكن انفورميشن، بيقول لك توتال سبلاي وكم تسلم، وهنا البلينز فور بروسيس توكن اون اكسشينج، وات از اتش 7 دي بيقول لك شو المشاريع اللي راح يسوونها، هنا البانك اكسوب وهكذا. استغلوا هاي الايردروبات بإذن الله راح تكون جدا قوية، وراح أخلي لكم جميع الروابط حتى هذا ايردروب حلو. إذا ضغطنا عليه كوبي لينك بنروح على البوت الثاني، هذا هو. عفوا عندي 18 إحالة، طبعا بنشوف كم رصيدنا حاليا. هو بيعطي بستيك، عندي 180 زائد 25، المهم نعطيه ستار. نسوي جوان جروب شانل تويتر ميديوم، ريتويت ضروري، ريتويتاية بان بوست، وادفانسر شانل تليجرام، هذا هو، وبعدين تويتر وخلاص تعطي البيانات حقك وخلاص. هذا كان شرحنا اليوم في الايردروبات هذه، اشوفكم على خير في شرح تاني، مع السلامه.